السلام عليكم، ازيكم؟ جات لي اسئله كتيره جدا عن العربيه دي اللي هي كلايمنج كار او السياره اللي بتطير على الجدار. النهارده ان شاء الله حبيت اعمل لكم فيديو عن العربيه دي عشان اوضحها لكم اكتر، وكمان توصل لكم بصوره احسن وتعرفوا هي ازاي بتشتغل وايه شكلها. دلوقتي انا هفتح العربيه هوريكم. الريموت بيشتغل بالحجاير، له 6 حجاير. دلوقتي انا حطيت الحجاير، والعربية هنا المفروض بتتشحن، انا شحنها والشحن بيتحط هنا، والشحن المفروض بيتوصل بالكهرباء. دلوقتي هنشغل العربية. اول حاجة عشان اخليها بتمشي على الارض لازم اخليها هنا على الزرار التاني عشان تعرف تمشي على الارض، وبفتح الريموت من الزرار ده. العربية بتمشي بسرعة جدا، بلفها بالزرار ده. انت ممكن تقف في مكان واسع وتمشي بيها، هي بتجري بسرعة جدا. الزرار ده بيطلعها لقدام وبيرجعها لورا، والزرار ده بيلفها يمين وشمال. ولو لفيناها اليمين اللمبة اللي على اليمين هتنور، ولو رجعناها ورا اللمبة اللي ورا هتنور. دلوقتي هشغلها لكم على الحيطة. عشان نشغلها على الحيطة بندوس على الزرار، بنخليها على الزرار التالت، هي الوضعية التالتة.
فكرة العربية هي انها بتسحب هواء فبتلزق في الحيطة، نفس فكرة المكنسة لما بنحركها على الزرار ده بتسحب هواء فبتعرف انها تلزق في الحيطة. ودي اشكال العربية بتنزل بالالوان دي. انا عندي اللون الازرق. وفي اخر فيديو يا رب تكونوا استفدتوا من التجربة دي وعرفتوا اكتر عن العربية دي وازاي بتشتغل. ومع السلامة.